بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة السهيل، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن إصرار ميليشيا الحوثي على إفشال اتفاق السويد يبرهن عدم جديتها في تحقيق السلام. وقال رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية نيل كومبيتون إن تساهل المجتمع الدولي جعل من أي اتفاق أو قرار جديد فرصة للميليشيا الإقليمية للتصعيد في انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين. ولفت إلى أن لعبة المراوغة والمماطلة التي تعتمدها الميليشيا الحوثية تتجسد حاليا في محاولاتها لإعادة التفاوض من جديد على اتفاق السويد وتفسيره بحسب ما يروق لها ويخدم انقلابها المشؤوم. ثمنت قيادة الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الدور الإيجابي لفرنسا في رعاية العملية السياسية في اليمن وموقفها الداعم للشرعية واستعادة الدولة اليمنية. وتطرق رئيس الكتلة البرلمانية عبد الرزاق الهجري خلال لقائه السفير الفرنسي كريستيان تيستو إلى ما تبديه ميليشيا الحوثي من تعنت وتنصل عن تنفيذ اتفاق السويد، مشيرا إلى أن تراخي المجتمع الدولي إزاء نكث الحوثيين بالاتفاقات شجعهم على الاستمرار في المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين. أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في مديرية كتاف في محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية. ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية في مديرية كتاف وتمكنت من تحرير سلسلة جبال القهر القريبة من مركز المديرية والخط الأسفلتي المؤدي لها، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وأسري عناصر منهم. واصلت ميليشيا الحوثي استهداف المناطق السكنية في عدة مناطق بمحافظة الحديدة، وقصفت ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية في مديرية حيس، وتسبب القصف في الحق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين. ويأتي ذلك بعد يوم من استشهاد مواطن وإصابة طفلة في قصف مكثف شنته الميليشيا الحوثية في مديرية حيس وتحيتا. قالت مصادر في الأمم المتحدة إن كبير المراقبين الدوليين الجديد الجنرال الدنماركي مايكل لوريسغارد توجه إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء يمثل الحكومة الشرعية قبل أن ينتقل إلى صنعاء نهاية هذا الأسبوع للقاء ممثلين عن ميليشيا الحوثي الانقلابية. وبحسب المصادر فإن دفعة ثالثة من المراقبين الدوليين لا تزال تنتظر إصدار تأشيرة الدخول حتى يتمكنوا من الوصول إلى اليمن وتسلم مهامهم في الإشراف على تنفيذ السويد فيما يخص الحديدة. قالت الأمم المتحدة اليوم إن اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في اليمن ستنعقد يوم غد الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان. وقال مركز أنباء الأمم المتحدة إن الاجتماع سيضم ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، ويرأسه مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن جريفيث بحضور رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير. وأوضح أن اللجنة ستناقش الخطوات المتخذة من قبل الأطراف للوصول إلى قوائم الأسرى النهائية للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق. نهاية الموجز، في أمان الله.